انا كنت جالس فوق الموتور ديالي، تجا قالوا لي الناس راه واحد داك البوليسي راه تيرا في المخزني وفي المقدم. مشينا تنجريو، شنا الناس كاينين بزاف، كلشي الناس خافوا، كلشي الناس كلشي خافت، كلشي الناس خرجوا، وحنا ما بغينا لا الضرر لا لهذوك لا المخزنيه ولا البوليس، لان هذاك البوليسي الله تيعاودوا عليه الله يعمرها دار، لان واحد السيد ساكن معاه في لابورتومون تيعاود عليه قال لك الله يعمرها دار، ما تيتعدى على حد داخل سوق راسو، ايوا هذا الشيء هو اللي مكتب عليه مسكين، والله يتلقى صراحه. الدنيا كانت عامره بزاف، الدنيا كانت عامره بزاف قلت لك، وجاو البوليس، جاو المخازنيه، جا كلشي الامن، كلشي كان حاضر. ضروا لي قلبوا الضحى راه كلهم دايرين هذاك الحيط، انا راه ساكن في العماره راه شايف كلشي، راه كلشي دايرين هذاك الحيط، تيزيد باب تيزيد هذاك البارتيه تيقول لك تنحط فيها الحوايج ولا ما عرفت، فهمتيني، كلشي زيد هذيك البارتيه. راه الا جينا نقلبوا الضحى راه كلشي فيها هذاك الشيء، حتى حاجه ما سميتو، اللي يعجبو شي حاجه راه تيديرها. ما راه المخزن باش غادي يوصل يجي لعندك الا ما وصلتش للهضره، واش المخزن بيجي يعرفك واش دير في الدار ديالك؟ راه ما عارفك واش دير، راه الناس اللي تيوصلوا للهضره هي اللي سميتو. ايوا واش نقول الله يتلقى صراحه ودي اخي هادشي اللي نتمناو ليه. قلت لك حنا من الساكنه هنا كنا زلنا ديك تنسمعوا هذيك الحادثه وقعت، ما عرفنا. المهم خرج السيد، جا السيد قال لك انا حيت انا ما كنتش حاضر داك الشيء باش، ولك السيد تيعاود عليه الله عمره دار تا هو مسكين ظريف هذاك البوليسي، ولك تا هو اللي لقى لها لك اجر سميتو هذا الشيء اللي عرفت. قلت لك بين 9 و10، بين 9 و10 هكا داك الشيء وقع. هما الفين شي هذا الشيء تيسمعوا القرطاس وتيسمعوا هذا الشيء.